ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحه. ده شكل البرازق، طبعا اي حجم تحبوه، الحجم ده تمام، الحجم الوسط ده تمام، ممكن نعملها صغنونه قوي كده ونهادي بيها، هتبقى جميله جدا برضو. دي شكلها 180 على الشبكه في النص. هنحطها بقى ايه برضو 10 دقائق 12 دقيقه بسكوت، هو في الاخر بسكويت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو يلا بينا. شايفين الجمال؟ طبعا خدوا الوقت اللي انتوا عايزينه، هي 10 دقائق 12 دقيقه لحد ما تبقى من تحت اديت اللون الذهبي الحلو اللي حضراتكم عايزينه عشان تقرمش. لو طلعتوها بدري هتبقى، او هي فيها تخانه هتبقى فيها طراوه، لكن هتبقى مقرمشه وجميله زي ما هي موجوده في الاستاند. وهنطلع دول برده مع بعض. طب هننسى اصحابنا بقى اللي عندهم مشاكل في ما بيحبوش الدقيق اللي فيه نسبه جلوتين عاليه. عايزين النهارده نعمل حاجه بدقيق الرز، نعمل وصفه بسكوت بدقيق الرز عشان برضو اصدقائنا اللي بيحبوا يستخدموا وعندهم حساسيه. ادي الكوكيز اللي احنا عملناه، وادي البرازق اللي احنا عاملينها. بصوا حضراتكم جميله ازاي. طيب هنعمل ايه بقى؟ بصوا الجمال والحاجات الحلوه دي. طيب تعالوا بقى نعمل ونقول مقادير بسكويت دقيق الرز. طبعا كوكيز الشوكولاته كمان طلع جميل، في يعني حاجات اتاكلت ما قدرناش نزود شويه في اللي طلع في الفاصل، عملنا حاجات كتير. طيب هناخد بسكويت دقيق الرز. عندي كوبايه من دقيق الرز، خلاص عندي نص كوبايه من جوز الهند الناعم، عندي معلقتين كبار من الزبده المذابه، عندي معلقتين كبار من الحليب البودره، عندي بيضه واحده، عندي نص كوبايه سكر، عندي معلقه من البيكنج باودر، عندي معلقه صغيره من الحبهان ودي اختياري، وعندي معلقه صغيره فانيليا ورشه ملح. ده بسكوت جميل تقدروا تحطوا فيه اي منكهات انتوا عايزينها. انا عايز احط قلفه، عايز احط زنجبيل، عايز يحط اي اطعمه هو حابب يضيفها، مفيش مشكله خالص. طيب انا عندي هنا العجان نظيف وفاضي، هاخد كده دقيق الرز بسم الله على جوز الهند. احنا قلنا جوز الهند قد ايه نودي؟ نص 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 كوبايه. وعندنا اللبن البودره، وعندي السكر بسم الله الرحمن الرحيم نص كوبايه. عندي بقى المنكهات، انا هحط رشه كده من الحبهان بسيطه قوي تدي طعم حلو كده، وطبعا البيكنج باودر، وعندي هنا البيضه هكسرها بسم الله الرحمن الرحيم، وعليها الفانيليا بسم الله، وهحط معاهم الزبده المذابه. تعالوا بقى ايه نخلط الخليط ده ونشوف هيحتاج ماده دهنيه تاني ولا لا. بسم الله. من البسكوتات الجميله جدا جدا اللي هتعجب حضراتكم برضو. ادي الصاج عندي مدهون، انا شفت ورقه الزبده لكن متبقي فيه ال كده تمام، متبقي فيه مكانه الزيت اللي احنا دهناه. ريحه الجوز الهند رائعه. تعالوا كده بس نشوف اخبار العجينه ايه. ايوه الله حلو قوي. تمام نزل نخلطهم خلطه كمان، ما حطيتش بقيت بقى السمنه بقيتها بالظبط نحطها اهو. يلا بينا. نخلط خلطه كويسه كده زي ما حضراتكم شايفين. نبدا نشكل بقى الجمال ده. طبعا ريحه الجوز الهند روعه، اللي عايز ما يحطش جوز هند وعايز يحط دقيق رز ويضاعف الكميه ويحط حليب جوز هند هيبقى رائع برده. شوفوا ان احنا نعمل حاجه جميله. ايوه هو ده الكلام، ده مساله سهله. والاذواق حضراتكم انا واثقه انكم لما هتعملوها كمان
هتعملوها احلى وهتحطوا لها مقترحات اجمل. اهي بقت عجينه. انا بقى اعشق اي حاجه دخلها جوز هند، احب جدا كمان الشكلمه جدا الحقيقه. مش عارفه انا بقيت انا حاسه ان انا الوحيده اللي بعملها في العيد، كل ما اسال حد يقول لي لا 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 ما بنعملش شكلمه، يعني اسكت اقول يمكن هما ما بيحبوهاش، يمكن عشان بتنشف منهم. بصوا بقى الجمال اهو، هناخد بقى البسكوتات الحلوه دي كده ونقلب، هنعملهم بقى وحدات صغنونه وايه ونعملها بالشوك. لا يا حبايبي بصوا اعجن حلو كده، شايفين ازاي ريحته روعه. وعملناه بدقيق الرز وعملناه بالجوز الهند، وننزل المقادير تاني بعد اذنك يا ندى وانا شغاله كده في الوصفه بتاعتنا، نقول لاصدقائنا احنا شغالين في بسكوت بدقيق الرز وجوز الهند، عشان اصدقائنا اللي اشتغلنا لهم بالدقيق الابيض او الدقيق اللي هم فيه عندهم مشاكل مع الجلوتين يعرفوا ان احنا بنعمل برضو حاجات خاصه لمرضى الحساسيه. عندنا كوبايه من دقيق الرز، عندنا نص كوبايه من جوز الهند، عندنا معلقتين كبار من الزبده المذابه، عندنا 3 معالق كبار من الحليب البودره، وعندنا بيضايه واحده، وعندنا نص كوبايه من السكر، وعندنا كمان معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره من الحبهان، انا حطيت حوالي نص معلقه حبهان مطحون، وعندنا معلقه صغيره فانيليا ورشه الملح على الدقيق. بصوا كده وصفه جميله برضو اهو، الله، والبرازق شغاله في الفرن، تطلع ان شاء الله جميله. السيرب ده روعه، بيدي تيست كده مسكر ليها، تقعد لها من 12 دقيقه ل 15 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن زي ما حضراتكم تحب. بصوا انا بعمله كور صغنونه كده تبقى جميله، وهشكله بالشوكه يعني يبقى شكل حلو اهو. تمام شايفين قريبين الكور من بعض ماشي، او يعني عايزين توزنوهم اللي يريح حضراتكم. بسم الله اهو، وبكوبايه واحده ونص كوبايه جوز هند عملنا وصفه حلوه اقتصاديه وكويسه مختلفه وطعمها حلو. الحلقه دي بيقولوا لي كلهم احنا عاوزين شاي بلبن، الحلقه دي عايزه شاي بلبن حبايبي، ونقعد في البلكونه الساعه 5 ناخد التي وايه ونشوف هنعمل ايه بعد كده. كده اهو بين البنين بعمل كده دايما اما يتبقى وحدتين. بصوا عملوا 18 واحده اهو، لا باس بيهم يعني. كوبايه دقيق اه طبعا لازم اعد، انت عارفه انا اما اعمل اي وصفه لازم اعرف هتطلع لي مقدار قد ايه، كيلو كحكه يعمل لي كام كيلو، الحاجات دي مهمه. بصوا كده الله على الجمال والله، طبعا وجميل طعم الجوز الهند روعه ومفيد جدا على فكره. هنعمل بقى حاجات بعد كده بجوز الهند ونحكي عنه وحليب جوز الهند. بصوا الجمال شايفينه حلو ازاي. تعالوا نبص الاول على البرازق بتاعتنا، شكلها تمام جدا ما شاء الله. بسم الله ريحه السمسم ايه، يا نهار ابيض طلعت، اوه لا لا حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. يلا يا ولاد الريحه تجنن، ندخل بقى القمر الصغير ده هياخد له زيهم 12 دقيقه لربع ساعه اقصى حاجه، مش هيحتاج الربع ساعه كمان. بصوا شايفين، اوه لا لا. طب الدايت مش عارفه، انتوا بقى تستودعوا ربنا في الدايت ده وتحاولوا تجتهدوا بقى في وقت تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعني وعايزه اقول لكم اعمل ايه. طب يا ندى انت عملتيه في وقت غلط يا ندى، عاملاه في الصيف اعمليه في الشتاء يا ندى، قلنا الشتاء احسن في الدايت بيجوع. طب نعمل ايه دلوقتي في الموضوع ده؟ مين بيقول الله هبعت له واحده حالا؟ حاضر سمعتك على فكره وهبعت لك، حاضر انا معاك حاضر يا فندم حاضر من عيني والله، يعني قالها من قلبه الراجل، الراجل قالها من قلبه
قال الله. يا نهار ابيض، يا لهوي ما شاء الله، حلوه قوي، ريحه روعه. بصوا احلى حاجه ريحه الخبز في البيت دي، ويعني مش محتاجين كميات رهيبه ولا مكونات كبيره ولا غاليه، وحاجات جميله وبجد حلوه، تعمل كده روح في البيت رائعه الحقيقه. اه هي حلوه تملى التانك. بصوا اللي احنا حطينا بقى الفستق اللي احنا عملناه من تحت، بصوا بيبقى جميل، يعني كم واحده كده للشكل الحلو، ومن هنا وشها جميل ازاي، والحجم زي ما حضراتكم تحبوا. انا هشيل بقى الطبق القمر ده نحطه هنا جنب الايه الكوكيز اللي احنا عملناها بالفارمسال الملونه عشان ولادنا، ونقول احنا عملنا ايه النهارده. النهارده احنا عملنا مجموعه من البسكوتات الكوكيز الحلوه للولاد، بسكوت بديه الرز اللي تحت ده خالص، واضفنا له جوز هند، وفي جزء منه اهو في الفرن ان شاء الله يطلع معانا، وعملنا البرازق بطريقه سهله وبسيطه، واللي بالسمسم، وعملنا كوكيز اهي الفانيليا اللي عليها فارمسال بثلاث مكونات بس، حاجه بسيطه جدا، وادي البرازق، وعملنا كوكيز الشوكولاته، بس ايه عشان الولاد بيحبوا كوكيز الشوكولاته دعمناها شويه، وده بسكويت بديق الرز والجوز الهند، شوفوا جميل ازاي طعمه كمان جميل وخفيف جدا. كوكيز الشوكولاته عملناه بطريقه حلوه، استخدمنا فيه نوعين من السكر بس، يعني كميه السكر كانت قليله، اللي عايز يعمل بسكر دايت ينفع، بس تتاكدوا ان نوع السكر الدايت اللي هيدخل جوه ما يكونش فيه ماده الاسبرتام، ما يكونش يكون من الانواع اللي بتتعرض لدرجه حراره، علشان مش كل انواع سكر الدايت بتدخل على حراره في الفرن. وتعملوه بالطريقه اللي تريح حضراتكم، تقدروا تستخدموا، احنا استخدمنا كاكاو خام وشوكولاته شوكليت شيبس خام برضو، فان شاء الله تبقى الوصفه جميله، وتقدروا تقللوا نسبه السكر زي ما انتم عايزين، حاجه ترجع لكم ان شاء الله يا رب. الحلقه تنول اعجاب حضراتكم.